رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري يعتزم التقدم بعريضة تطالب بريطانيا باعتذار رسمي عن جرائم حرب ارتكبتها في حق الفلسطينيين إبان الاحتلال البريطاني لفلسطين بين عامي 1917 و 1948. 300 صفحة توثق فظاعات بريطانيا المنسية في فلسطين ضمن ملف أدلة أعده المصري. يتولى مراجعته المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بن إيميرسون. إليكم بعض ما جاء فيها. ضمن مساعي إخماد الثورة الكبرى اتبعت بريطانيا سياسة العقاب الجماعي والتنكيل الأعمى ضد قرى فلسطينية بأكملها. فجر يوم خريفي من عام 1938 وصل الجنود البريطانيون إلى قرية البصة شمال مدينة عكا. الوحدة الأولى فتحت نار المدافع الرشاشة الآلية بلا هوادة، والثانية أضرمت النار في المنازل بالمشاعل حتى استوت بالأرض. ليس هذا فقط، اعتقل الجنود أهالي القرية وعبأوا الرجال قسريا في حافلة وأجبروهم على قيادتها فوق لغم أرضي لتنفجر ويموت كل من فيها وتدفن الأشلاء في حفرة. كان ذلك عملا انتقاميا جاء ردا على مقتل 4 جنود بريطانيين في انفجار لغم على جانب الطريق دون إثبات أو دليل على مسؤولية أهالي البصة. الأمر تم ببساطة وفق تعليمات القائد البريطاني المحلي: إذا زرع الثوار ألغاما تعاقب أقرب قرية فلسطينية للمكان. في صيف عام 1939 حاصر الجنود البريطانيون قرية حلول شمال الخليل ضمن حملة تفتيش عن الأسلحة. اعتقلوا الأهالي تحت التهديد وساقوا 150 رجلا خلف مسجد وحبسوهم في أقفاص من الأسلاك الشائكة طوال أسبوعين. تحت أشعة الشمس الحارقة حفر المعتقلون الأرض ليقتاتوا من الجذور وحاولوا تبريد أجسادهم بالتراب المبلل. مات 14 رجلا بسبب العطش ورمي رجل بالرصاص لمحاولته الفرار. مجزرتا البصة وحلول بعض من جرائم حرب عديدة ارتكبتها القوات البريطانية في فلسطين. الأدلة المقدمة ضمن الملف تكشف تفاصيل عمليات قتل عشوائي وتعذيب واستخدام دروع بشرية وهدم بيوت جاءت كعقوبات جماعية ممنهجة ضد الفلسطينيين وفق توجيهات كبار القادة تنفيذا للسياسة البريطانية الرسمية.